مرحبا. على بعد أيام من الجلسة الرئاسية يلي عم تاخد كتير أخذ وجدل ورد وجدل بالمرشحين يلي عم يتواجهوا الوزير السابق إسلام الفرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وطبعا الحماوة الرئاسية ضيفت اليوم نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلة. هاي مارتين، هلا، أهلا وسهلا كيفك؟ فيك بالأو تي في. أهلا فيك. مارتين، نحن يمكن بأسوأ مراحل التشنج بين اصطفافين، الوزير جهاد أزعور من ميلة والوزير السابق إسلام الفرنجية من ميلة، والعلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر مش على أحسن ما يكون. عم نشوف السوشيال ميديا شو عم بيصير فيها، عم نشوف من محل تصعيد بمحل تهدئة. الوضع اليوم شو قبل 3 أيام أو 4 أيام من الجلسة الرئاسية ب 14 حزيران؟ خليني بلش بالأول أحكيك عن موقف التيار بالموضوع الملف الرئاسي. نحن بالنسبة لنا هذا الاستحقاق لازم يكون فرصة لتلاقي اللبنانيين، خاصة بظل الأجواء الإقليمية والدولية اللي هي عم يبنى فيها تتلاقى. مصالحات وعم يتلاقوا الأخصام والأضداد، وبالوقت يلي اللبنانيين تخانقوا مع بعضهم على مدى السنين الماضية كنتيجة أو انعكاس لخلاف إقليمي. الإقليمي. هلأ أقل شيء أنه نستفيد من فرصة هالتقارب لنحن نجعل من الاستحقاق الرئاسي فرصة توافقية بقلب البلد. ولهيك التيار ولا مرة قارب الموضوع منذ بداية شغور الرئاسي بعد انتهاء عهد العماد عون إلا بإيجابية من دون تمسك. الكل بيعرف انه نحن حتى ما فتنا بالاسماء وما طرحنا مرشح، كنا نلام اوقات وبقينا متمسكين بالحوار مع الكل وبالتشاور حتى الوزير مع باسيل الكل. شخصيا لم يترشح، صحيح، ويقول دائما انه انا ما بدي اترشح، صحيح، لما يكون سبب لتعطيل معين او يكون حجه للاخرين لما ينفتحوا ويتحاوروا على هالملف المهم. وصلنا بالنتيجه من بعد عده مشاورات الى يعني نوع من سميناه تقاطع على الاسم، على اسم. نحن طرحنا سله اسماء حتى ما طرحناهم، يعني بس سئلنا عنهم وافقنا او قلنا بنحكى في فيهم او ممكن أو نناقش. والاساس بكل مقاربتنا كان البرنامج الرئاسي، ونحن وضعنا ورقه الاولويات الرئاسيه اللي على اساسها كنا عم نحكي مع غير كتل وعم نحكي حتى مع مرشحين طالبين طرحين نفسهم. بالتالي نحن بنلاقي انه في فرصه انه يخف هالاصطفاف. هلا مع الاسف رده الفعل بس توافق عدد كبير من الناس على اسم مختلف، ايه ما لنا رده فعل ايجابيه، بس بعدنا نحن متمسكين. وقلنا حتى بظل هالتقاطع نحن مش حابين نفرض، مثل ما بنقبل حدا يفرض علينا وعلى المسيحيين تحديدا وعلى اللبنانيين عموما مرشح منن مقتنعين فيه لعدة أسباب، بتبلش بأنه جزء من المنظومة يلي هي حكمت البلاد، بتبلش بالبرنامج يلي ما بنعرف عنه شيء وبالقدرة على الإصلاح، وبتكمل إذا بدك طموح شباب لبنان ولادنا كيف منفكر وكيف شو مستقبلهم. كل هالأسباب بتخلينا أنه نحن ما نقبل ينفرض علينا مرشح ما بيمثل هالإمكانية تحقيق بعض من الطموح. يعني نحن حتى طموحاتنا خفت مع الأسف بالبلد، بس أكيد. بالمقابل قدرنا نتواصل ونتحاور حول مرشح ممكن يكون أول شيء نحن الأولوية بالنسبة لنا الاقتناع بالبرنامج الرئاسي اللي منلاقيه نحن أساسي والإصلاحات المالية وغيرها. هذا التقاطع المسيحي قديش. نعم. بس بدي أشير مارتين بليز قبل ما نكمل إلى أنه روم الكلوب هاوس عبر بيت بيتك عم تنقلنا لايف، كمان بدي أتشكرون وأنا بدي أشكرون كمان. هذا التقاطع المسيحي هيك قديش صوري شكليا وقديش فعلا ممكن يؤدي إلى اتفاق أكبر وأعمق بين القوى المسيحية يلي عم بتقول يمكن أنه ما منقبل تفرضوا علينا شخص لا يلاقي الإجماع المسيحي وخارج الإجماع المسيحي. ما في شك هيدا التقاطع هو بالملف الرئاسي ولم يشمل الملفات السياسية الأخرى، ونحن أصلاً كنا واضحين مع الكل أنه نحن مش جايين نحكي ولا بعلاقتنا مع حزب الله ولا برؤيتنا الاستراتيجية. نحن نعرف موقعنا وين وتموضعنا وين، وبالتالي محافظين عليهم، ومهم لقلنا عنصر القوة من دل إذا
بتلاحظي رئيس التيار بدل يركز على أهمية الحفاظ على عنصر القوة يلي متمثل بالمقاومة لنقدر يعني نكمل يعني إسرائيل والعداء أمر مفروغ منه ودعم أكيد. المقاومة أمر مفروغ منه. واليوم كمان مستشار الوزير بسيط الأستاذ أنطوان قسطنطين كمان كاتب مقال مفصل عن هذا الموضوع صحيح. وعن كل ما يحصل. واللافت اليوم كمان كان في موقف للشيخ نبيل قووق بيقول أنه إيدنا الحوار يلي عم نطرحه منه مناورة إعلامية، نحن ما زلنا نبحث عن الحوار، بينما في موقف متناقض بيقول أنه 14 حزيران لنظره قريب. إلى أي مدى أيضا في حزب الله هناك عم تحسوا في توجهان بهذا الموضوع؟ بالحقيقة نحن يعني أقل ما فينا نقول أنه متفاجئين بردات الفعل، خاصة الرسائل توجه عبر الجرائد والمقالات. ونحن ما تعودنا، أولا ما حدا ممكن يصدق أنه جبران باسيل أو التيار الوطني الحر ممكن يكون هدفهم عزل المقاومة، ولا حدا ممكن يصدق أنه التيار يلي دفع من رصيده ويلي تحمل رئيسه عقوبات لأنه مقتنع ومآمن بأهمية الحفاظ على المقاومة وعلى عناصر قوة لبنان، ولأنه حريص على الوحدة الوطنية، ولأنه ما بيفرط بسيادة لبنان، ما حدا بيصدق أنه ممكن يكون هو عم يهدف لعزل أي مكون. لأنه أصلاً نحن بنرفض بالمطلق عزل أي شخص وأي مكون، لو قد ما كان كبير بالبلد لو قد ما كان صغير بالبلد، واللي ما بنرضي لحالنا ما بنرضي لغيرنا. لهيك هيدي اللغة ولغة التخوين يعني عن جد هلأ صار رفض مرشح ما في إمكانية أنه نقبله بأي معيار اعتمدناه، إن كان الشعبي أو السياسي أو الاقتصادي أو الإصلاحي أو التمثيلي، بأي معيار ما فينا نقبله. صار رفض أنه ينفرض علينا مرشح هو خيانة، لا، الخيانة هي أنه نحن نخون إرادة اللي انتخبونا، أنه نحن كمان ما نمثل صرخة الناس يلي عم تتطلع لمرحلة جديدة أفضل، عم تتطلع لإمكانية حل بالبلد، وعم بتقول بدنا نتفق على برنامج ومنتفق على اسم بيطبق هالبرنامج، ونحن عارفين اسم تماما اسم جهاد أزعور هل هو الإصلاح. يعني بدأ أخذ وجهة النظر الأخرى يلي موجود منها داخل التيار أيضا، هل هو الرجل الإصلاحي يلي توافقتوا عليه؟ كان مطروح أسامي يمكن مش مستفزة هالقد ما كانت وزير مالية بعهد حكومة فؤاد السنيورة. إلى أي مدى أنتو كتيار بتبرروا هيدا الشيء لجمهوركم ولا الآخرين يلي عم بيقولوا يلي عم يطرحوا هالأسئلة؟ أولا يعني أنا خليني أرجع أذكر أنه مقاربتنا للاستحارة الرئاسي منا أنه نحن رشحنا شخص وعم نعمل معركته، مش هيك المقاربة. وأكيد نحن دايما طموحنا أنه يكونوا الأشخاص يلي بيمثلونا هني أكتر شيء ممكن بيشبهونا، ولكن نحن أخذنا على عاتقنا عدم خوض هيدي إذا بدك غمار الاستحقاق بالمباشر، وبالتالي لازم نحن نكون كمان واقعيين بأنه نقبل مرشح لو عنا بعض التحفظ عليه، بس على الأقل في أمور إيجابية بتتمثل بشيء أساسي، أنه أولاً بالحديث مع المرشح جهاد أزعور وافق على البرنامج الرئاسي اللي التيار طارحه، وبالتالي هذا شيء أساسي، لأنه هيدا النقاش اللي بده ينتقل للكتل النيابية الأخرى، لأنه إذا الرئيس وافق على البرنامج ما بيكفي، بده توافق الكتل النيابية وتدعمه بتحقيق هالبرنامج. ثانيا كمان يعني نحن سمعنا منه أنه هو يعني ضد أو لا يوافق على السياسة المالية المتبعة بالبلد منذ فترة، وخاصة سياسة حاكم مصرف لبنان بالموضوع النقدي والمالي، وهذا شيء كمان بيطمننا. ثلاثة مثل ما بنعرف هو يعني عنده موقع رفيع بصندوق النقد الدولي، وبالتالي حاجة لبنان لحدا بيفهم رؤية صندوق النقد شو المطلوب ينعمل لحتى النهوض بالبلد، كمان هيدا شيء أساسي. أولويتنا اليوم ما في شك مالية واقتصادية. هلأ بالنسبة للموضوع إذا بدك السياسي أو يلي ممكن يتم تداوله عن أنه هو كان وزير بحكومة السنيورة، طيب نحن كان عندنا وزراء بحكومة السنيورة، حزب الله كان عنده وزراء بحكومة السنيورة ما بعد حرب تموز، ما بعد 7 أيار، بكل الظروف اللبنانيين قعدوا مع بعضهم على الطاولة والمسؤولية كلهم بيتوزعوها، ما في زوم للمزايدات. وأكيد الموقع يلي هلأ بده يطمح له أي شخص كمرشح لرئاسة الجمهورية بده يكون قادر أنه أول شيء يحكي مع كل الناس، ونحن على هالأساس على فكرة بالوقت يلي كنا
عم نرفض أسماء رفض قاطع لأنه منعرف إنها بتستفز الفريق الآخر، ولأنه منعرف إنه ممكن ما تطمن أو تقدر تعطي ضمانات بموضوع المقاومة الفريق الآخر. صحيح، ونحن وافقنا على هالاسم لأنه منعرف كمان أنه قادر يتواصل مع هالفريق الآخر وممكن يكون مدخل لحوار معهم. بالتالي كل هالمعايير خلتنا، وبالنتيجة في مفاوضات صارت مع القوات اللبنانية والكتائب ونواب التغيير وغيره، وأكيد بهالمفاوضات في أخذ وعطاء، وهيدا اللي وصلنا له من ضمن هالمفاوضات. وقال رئيس التيار إن احنا كنا منفضل نوصل لمجموعة أسماء كمان لنسهل الحوار. كان في مجموعة أسماء بس رفضت من قبل البعض، بس هيدا اللي حصل عليها التقاطع يلي عم نسميه. وبالتالي فينا نطلع لهالشي كنقطة إيجابية نبني عليها ونشوف كيف بدنا نتقدم، وفينا مع الأسف في بعض الناس عم بيحاولوا لاصطفاف حاد مش مبرر برأيي لحتى يزيد التمترس ويزيد الفراغ ويتعمق الشرخ بالبلد. هيدا التمترس مارتين بتخافوا يعني مثل ما عم ينكتب سيناريوهات كل شيء عم نقرأ بالصحف نوصل إلى سيناريو أمني يفرض مرشح ثالث خارج المرشحين يلي عم يتنافسوا هلأ؟ هل ممكن المقاومة إذا حست حالة معزولة بمكان ما نروح إلى ما لنحمد عقباه؟ يعني المطلوب انه ما يكون في مواجهه، المطلوب التهدئه مثل ما دائما خطابكم ومثل ما دائما في بعض الخطابات العاقله بالبلد، بس في اشي على السوشيال ميديا وبعض الخطاب يعني وبعض الارتيكلات والمقالات يلي عم تنكتب ويلي اكيد في من وراها رسائل عم توجه. الى اي مدى الحرص على السلم الاهلي والوحده الوطنيه هو اهم من ما يحصل من هيدي المواجهه؟ يعني هناك تخوف مما سيحصل قبل 14 حزيران وبعد 14 حزيران. ما في شك انه النبره يعني طريقه التخاطب بهالكم يوم منا شيء مستحب، ومع الاسف يعني في محل بدل ما العاقلين يكونوا هن عم بيهدوا النفوس وعم بيوصلوا الرسائل الايجابيه بين فريق واخر، في ناس عم تحط زيت على النار. وسمعنا نحن يعني تصاريح لمسؤول سابق بالدوله اللبنانيه، يعني مع الأسف مسؤول سابق بيحكي يعني إشياء خرافية واتهامات لرئيس التيار وغيرها، وواضح إنه هيدي فيها تكون ضمن سيناريو سيء إيصال رسائل وتحويل أي يعني عمل أمني يخلق خضة بالبلد، وبعدين يصير في اتهام للفريق الآخر إنه هو وفي طابور خامس وفي طابور خامس ما في يتخبى دائما بالبلد. نحن كتيار أولا أوعى من هيك، وجمهور التيار واعي كفاية. لو في البعض بينجروا على وسائل التواصل الاجتماعي نحن عم نعمل لازم لضبط الإيقاع. نحن موقعنا اليوم وثبتناه بالممارسة الحقيقية، نحن بالوسط بمحاولة مد الجسور، وقلنا نحن مش ما بدنا نكون لا مع الغرب ولا مع الشرق، بدنا الغرب وبدنا الشرق، وبلبنان بدنا كل الأفريقاء. ما بيسوى ما نقدر نحكي مع الناس. وبالوقت يلي كمان ادعى العديدين انه التيار ما حدا بيحكي معه، والتيار مش قادر يوصل لتوافق مع حدا، والتيار معزول، اثبت التيار انه هو حكي مع كل الناس من الاقرب الى الابعد بالسياسة، وقدر يوصل لشبه حل بعد ما اكتملت الصورة طبعا. ونحن منعول انه يرجع ينفتح الحوار. هلأ جلسة 14 بتصير ما بتصير، بتصير دورة بتصير البريك. بدورتين، يعني هيدا تفصيل. الأهم انه يكون في الانفتاح الكافي عند كل الأفريقاء ليقعدوا على الطاولة سوا ويتفهموا على المرحلة الجاية، لانه اي فريق ولو جاب بالأكترية ما بيقدر يفرض رئيس بلبنان. نحن وهيدا على كل حال كمان توجه البطرك الراعي، نحن بالنسبة لنا هيدا الاستحقاق أهم ميزة فيه هي ميثاقيته، ببلش صحيح عند المسيحيين ولكن بينتهي عند كل اللبنانيين. ولهيك ما فينا نعتبر أنه البوينتاجات الماشية وبنشوف الأرقام على التلفزيونات وبالروبورتاجات أوكي عم بتفرجي أنه لا في مرشح جدي، في مجموعة كبيرة مأيدته، بس حتى مع هيدا التأييد الكبير نحن مش طارحين عملية فرض، وما رح نقبل حدا يفرض علينا مرشح بالطريقة اللي عم تصير. مرتين خلينا اخد بريك صغير مشاهدينا وعم نرجع من بعده لنتابع حوارنا.
رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل الإعلان الصغير. مارتين، كنت بدي أبدأ ب 14 حزيران والسيناريوهات المطروحة أنه ما يتأمن النصاب من الدورة الأولى، يعني ما تنعقد الجلسة، أنه تنعقد الجلسة بدورتها الأولى ويعني يتفركش النصاب بالدورة الثانية، لأنه البوانتاجات اللي عم نشوفها كلها بتوحي أنه الوزير أزعور يعني عنده 65 أو 66 صوت مرتاح فيهم، إذا بيوصل على الدورة الثانية بده ال 65 وبيصبح رئيس للجمهورية. إلى أي مدى هيدا السيناريوهات المطروحة ممكن تشكل يعني مساحة للحوار ليروحوا على مرشح ثالث ما بعرف السيناريوهات، أو ممكن تشكل استفزاز بزيادة، سيما أنه لو وصل أخذ 101 صوت وما عنده 27 شيعي فليس هناك ميثاقية لهذه الجلسة، وليس هناك ميثاقية، وأول ما بتحكوا عنه حضرتكم هو الميثاقية في انتخاب الرئيس. الميثاقية والتوافق، يعني هيدا دستور الطائف، يعني ما إجا ولا رئيس من وقت الطائف مسار يعني هالطريقه بالتعاطي. هلا بالنسبه لجلسه 14 حزيران، واضح انه في مثل موتورات دارت هالكم يوم، شيء ليستميل نواب لجهته، شيء يرهب ناس، شيء ليرغب ناس، واضح انه في محاولات الترغيب والترهيب، في محاولات ان كان ل يعني حشد اعلامي وخلق جو يعني يصير الناس يعني جو متوتر، جو متوتر وصولا ل 14، ومن جهه شغل على السكات بالمباشر على 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 النواب لحتى يعني يصير في نوع من انتيميداسيون او تشجيع على مواقف يعني خارج سياق مواقف التيار، وهذا شيء اكيد ما بينطلع على احد، واكيد يعني بدهم يدقوا غير بواب، لانه بس يدقوا باب التيار رح يسمعوا دائما الجواب الصحيح. مارتين، اليوم ايضا جريده الاخبار يعني بمقال انه البطريرك الراعي يتصل بالنواب لحثهم على انتخاب جهاد ازعور، وهذا ليس حوار ما يقوم به البطريرك الراعي، هناك خلص يعني اعلان انه هو تواصل شخصيا من عدد من النواب المسيحيين المترددين لاقناعهم بالتصويت لازعور، ومعتبر انه هذا التصويت لبكركي. قديش في تحامل بهذا الموضوع؟ دخلك مشني زيتون كانوا عم يدعوا المسيحيين يتفقوا على مرشح، يعني هالتناقض اللي بنشوفه، يعني قبل كانت الحجه انه طيب ما فينا نتفق معكم لانه انتم مش متفقين بين بعض، اتفقوا لانه طيب حاجه طيب اتفقوا باكثريه ساحقه، معقول ما في قبول للنقاش؟ يعني يا قبل كان المطلوب الحوار بس لنقبل بسليمان فرنجية، يعني منروح منتفاوض لنقبل، عرفتي يعني بنتيجة مسبقة، بالوقت يلي نحن عم نقول هلأ منتحاور ومنوصل لشي مشترك، وبتلاقي بنفس الوقت إذا كان البطريرك الراعي عم يعمل مبادرة توفيقية طبعاً زيارات المطار إلى المراجع السياسية، ومش بس عم يتوجه للمراجع المسيحية وللنواب المسيحيين، عم يتوجه لكل المراجع الوطنية بمحاولة لالتفاف الجميع على هالاستحقاق، بيصير الاستهداف بشكل أنه يفرغ المبادرة من مضمونة. بس كمان أنا دايماً بقول يعني الشمس طالعة والناس قاشعة، وهي الأشياء ما رح تأثر على المسار يلي ماشيين فيه، ولازم بمرحلة قريبة نقدر نوصل لحل. والحل برأيك رح يكون مرشح ثالث توافقي أكثر من الاثنين الموجودين، يعني نوصل لمحل أنه خلص كل الأفرقاء يقدروا يتفقوا على شخص يقدر يدير الأزمة بهذا البلد الموجودين فيه؟ ما فينا ننكر كل الأزمات اللي عايشين فيها، ما فينا ننكر استحقاق يعني كل ما يحصل في موضوع حاكمية مصرف لبنان أيضا ومغادرته بعد شهر تقريبا، يعني فراغ المنصب وكل السيناريوهات اللي عم تحاك حول هذا الموضوع. لا، إذا قصدك أنه نحن يعني موافقتنا أو دعمنا لترشيح جهاد أزعور هو مناورة، منه هيك، نحن عملنا مسار حقيقي وبلينا قناعة حقيقية وتوافقنا وتقطعنا مع غيرنا، بالتالي ممكن يعني نكمل هيدا التقاطع بالتقاطع مع الباقيين، بس هيدا جزء من نقاش بده يصير بالبلد، ونحن مثل ما قلت لك بالأساس طرحنا عدة مقاربة فيها عدة أسباب وبرنامج لحتى ما يوصل هالاصطفاف الحاد، يا فلان يا فليتان. ودائما الاصطفاف الحاد بيؤدي إلى توترات أمنية بقى إذا بعدين
مثل ما عم تقولي بصير في توافق على اسم آخر، ما بعرف ما في اتكهن، بس الأكيد إنه نحنا المرشح يلي عم نعلن دعمنا لإله معتبرينه عنده فرصة يكون هو المرشح التوافقي، لأنه ما بيستفز الثنائي الشيعي تحديداً. وأنا بعرف أنه اشتغل يعني لفترة طويلة مع وزراء حزب الله بالتحديد بالحكومات اللي كان فيها، وتانيا حافظ على علاقاته، وبالتالي صار في زيارات كمان يعني منه مستخر اسم جهاد معهم، منه شخص يعني جاي يقوس عليهم أو ما بيحكي معهم، وبالتالي نحن نعتبر أنه في فرصة للتلاقي حول هالاسم. هلأ إذا كمل هالتسعير والغضب والجنون اللي عم نشوفه يمكن يعني يصير في نقاش بمخارج أخرى، بس لهلأ أنا بعدني شايفة أنه في إمكانية أنه يرجعوا الكل يتلاقوا على هالمرشح. بموضوع الرئاسة تنختمه، زيارة الرئيس العماد ميشيل عون إلى سوريا المفاجئة يلي استقبل فيها فعلا استقبال الرؤساء الحاليين مش كرئيس سابق، ويعني دايما نحن بنتذكر كل خطاباته يلي بتقول أنه سوريا كل ما هي بلبنان كانت هي عدو وواجب أنه نخليها تخرج هي ووصايتها واحتلالها من لبنان، أنا ما عندما تصبح سوريا في سوريا سيكون هناك علاقات صداقة لأنه هي منفذنا الوحيد في دول الجوار، يعني نحن حدنا إسرائيل يلي هي عدو وسوريا ونحن مضطرين نتحاور. ماذا حملت هذه الزيارة من بعد؟ طبعا الوزير رفول كان ضيفنا وكان مستفيد بيلي قاله، ماذا حملت هذه الزيارة؟ وليش هلأ زيارة العماد ميشيل عون إلى سوريا؟ ما في شك لأول شيء يعني وضع بإطار الملف الرئاسي خطأ، هيدا يلي بدنا مع الأسف مع الأسف يعني بعض الإعلام بتحسيك قاعد يعني حد بالزيارة الوحيد اللي تم إبرازه بهالزيارة كأنه هي زيارة يعني اللي قطعت الطريق على سليمان فرنجية ولدعم الرئيس الوزير باسيل مع حزب الله، وبالوقت يلي الرئيس عون ذهب إلى دمشق بأهداف كتير واضحة وكتير محددة وبأمور أكثر استراتيجية وعمق وناقش إشياء بتمس بوجودنا ومستقبل المنطقة، وعمل مع الرئيس الأسد قراءة إذا بدك جيوسياسية كاملة للمنطقة، وكان في تطابق بالرؤية وارتياح كبير للي عم بيقوم فيه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للمنطقة من ناحية تصفير المشاكل والانفتاح والحديث عن الازدهار والنهضة. وبالتالي رح اختصر لك بهيك 5-6 نقاط شو عمل الرئيس عون بسوريا. أولا كان هو عم بيهنئ بشار الأسد بالانتصار على الإرهاب، لأنه ميشيل عون بالتحديد مع حفظ الألقاب شريك بالمعركة ضد الإرهاب، من معركة فجر الجرود خلال عهده وصولا إلى كل طريقة تعاطي مع داعش والنصرة اللي هني كانوا خطر بيهدد لبنان كمان. صحيح. تانيا كان في أكيد تهنئة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية اللي هو أصلا هونيك مكان الطبيعي، وعودة العلاقات بينه وبين السعودية اللي هي كمان شيء بينعكس كتير إيجابا على المنطقة وبينعكس قديش في أفريقاء بلبنان ما بيقشعوا أبعد شوي صغيرة من يلي عم بيشوفوه. ثالثا كان في تشاور إذا بدك يسمى بالاستراتيجي حول المستقبل المشترك لدول المشرق العربي. بتعرفي العماد عون ورئيس تيار دايما عندهم هاجس وهم المشرقية، وفي فرصة حقيقية بالموضوع خاصة الاقتصادي والاجتماعي لتعاون بين دول المشرق العربي، وهيدا جزء من يعني رؤية استراتيجية لازم يصير فيها حديث كمان بين لبنان وسوريا مثل ما صار بين الرئيس عون والرئيس الأسد. رابعا عندك في يعني مرحلة قادمين عليها مثل ما قلنا بموضوع الاستحقاق الرئاسي، يعني الكل عم يتصالح والكل عم بيهدي الاوضاع والكل بده ازدهار، طيب ما بيسوى اللبنانيه يستفيدوا من هالشيء؟ بهالمرحله المقبله كمان حكي الرئيس عون مع الرئيس الاسد على ضروره انه لبنان وسوريا يستفيدوا من النهضه الاقتصاديه، وهالاستفاده ما بتصير الا باستقرار بالبلدين، ولهيك مهم بلبنان يصير في انتخاب رئيس وترجع عجلة المؤسسات ويرجع ينهض البلد بالإصلاح وبالقدرة على مواكبة هالتطور وهالنهضة. ونفس الشيء بسوريا
لازم يصير فيها الاستقرار يلي يعني نوعا ما بس تخف هجمة الدول الخارجية بيرجع هذا الاستقرار تدريجيا. خامسا في ملف أساسي يلي هو ملف النازحين، وأكيد اللي تناقش بعمق بين العماد عون والرئيس الأسد، والأساس بالنقاش إنه حل هيدا الملف لازم يكون حل مشترك بين لبنان وسوريا، مش شيء بتفرضه الدول أو المنظمات مثل اليو ان اتش سي ار وغيرها لتلبي أجندات ولتلبي حسابات، تصفية حسابات سياسية، وما بتراعي لا مصلحة النازحين مع الأسف ولا مصلحة البلد المضيف ولا البلد الأم يلي لازم يرجعوا له النازحين، وهذا كمان أخذ حيز كبير من النقاش. بيبقى النقطة السادسة والأخيرة يلي كانت يعني محور إذا بدك هالزيارة هي موضوع الحدود بين لبنان وسوريا. مثل ما بتعرفي في عنا حدود برية وحدود بحرية، ودائما في نقاش وفي كلام انه هيدا الشيء لازم يتعالج والى اخره. وكمان من ضمن الحدود، موضوع النهضه الاقتصاديه، الاستثمار بالحدود البريه لازم يكون مشترك لنقدر نعمل تصير اماكن مزدهره هالحدود المشتركه، في مساحات ومسافات من الحدود المشتركه ما بتستفيد منها سوريا ولا بيستفيد منها لبنان، وبتصير معابر للتهريب وبتصير ممرات اوقات للارهاب، وبالتالي الاستثمار بهالحدود البريه ممكن يساعد كثير بالنهضه الاقتصاديه بالبلدين. والحدود البحريه طبعا يلي اذا حصل ترسيم مثل ما عملنا مع الجانب الإسرائيلي، يصير في ترسيم يخلينا نقدر نعمل كمان تنقيب عن الغاز اللي هو رح يفيد كمان صحيح. البلدين. بالتالي هيدي الزيارة، هيدا المستوى وهيدا العمق بالنقاش، يعني ما كان رايح الرئيس عون مش حديث، يعني صراحة ما بدي وصفه سطحي او انه شخصي او انه شيل فلان وحط فليتين، مش هيدا اللي بيصير. وعلى كل حال الدلالة القوية والعلامة الفارقة، وذكرتي حضرتك انه صار في استقبال كأنه رئيس فعلي، وصدر بيان عن الرئاسة السورية يلي هي ما بتصير الا للرؤساء، يلي هي ما بتصير عادة لرئيس سابق، وهيدي كمان علامة فارقة بتفرجي اولا جدية والاحترام متبادل، اثنين الندية والتعاطي بين الرئيس عون والرئيس الأسد، وثلاثة الحرص على أنه هالمصلحة المشتركة اللي بتجمع لبنان وسوريا تتم ترجمتها من خلال بكرة برنامج الرئيس الجديد إن شاء الله، ومن خلال عملنا نحن كتيار سياسي ضمن التركيبة اللبنانية. هل سمع الرئيس عون أنه سوريا لن تتدخل في الاستحقاق الرئاسي لا من قريب ولا من بعيد، يعني وما رح يكون في ضغوط مثل أيام الوصاية كيف كان، يعني كنا بنعرف كيف كانت تركب الحكومات وكيف يتنقل الرؤساء؟ صراحة ما عندي معلومات بهالشأن وما بحب أتكهن بموضوع هالقد حساس، بس بالتحليل والواضح مثل ما اللي عولوا على موقف السعودية انه يكون يعني داعم لمرشح معين، او تجي السعودية تقول انا يعني الخطأ اللي عملته فرنسا ما عم ترتكبه ولا السعودية ولا رح ترتكبه سوريا، عم تحاول تصالحه فرنسا ولا حتى غيره، لانه بيعرفوا انه هذا الاستحقاق اول شيء لازم يكون استحقاق لبناني بامتياز، وتاني شيء يعني مع أهمية لبنان ونحن بنعتبر حالنا قد الدنيا كلها، بس عندهم أمور عن جد يعني بالسياسة الإقليمية أهم بكتير يمكن من يعني شخص الرئيس أو اسم الرئيس. وبرجع بقول نحن لازم نستفيد من هالتقارب لنوصل لاستحقاق الرئاسة بشخص عنده برنامج قادر ينهض بلبنان. فرنسا، كنت عم تحكي عن فرنسا، يبدو عم تعمل تصحيح اللي عم تعمله بإفادة جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي السابق مبعوث إلى لبنان، بس مش معروف بعد إذا الزيارة رح تصير قبل جلسة 14 ولا بعد، ولا رح يشوفوا كيف بده يكون مسار جلسة 14. الدور الفرنسي في تأثير يعني مباشر بالمعنى الملموس على البوانتاج بجلسة 14، مش هيك الأمور، واضح إنه المنحة صار مختلف، وإذا في مسعى يعني للمساعدة وللم الشمل ما في مشكلة، بالعكس. ونحن موقفنا كمان بلغوا رئيس التيار للفرنسيين بالمباشر، ومنه يعني خافي على أحد، والكل بيعرف أنه عنا المرونة الكافية والانفتاح الكافي، بس بنفس الوقت عنا الحرص الكافي أنه يكون المواصفات والبرنامج ضمن معايير معينة.
البعض يعتبر أنه ما يحصل اليوم من اصطفافات سياسية ومن مواجهة ومن حكي يمكن صار يعني غير مقبول حسام، على سيما على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، هي تصعيد بس ما رح يؤدي إلى يعني تصعيد بالشارع أكثر من هيك. هي مواقف سياسية، وحزب الله متمسك بالوزير سليمان فرنجي، هي ما بدي أرجع عيد المنظومة يعني التعابير، مثل ما كان متمسك بالرئيس عون وعطل البلد كرماله. المقارنة لا تجوز، هيدا بالنسبة لكم المقارنة لا تجوز. لا، أول شيء مش المقارنة لا تجوز، المقارنة حرام. يعني نحن كنا عم نحكي عن رئيس أكبر تكتل نيابي كان العماد عون، صحيح، وعم نحكي عن يعني حيثية شعبية ما إلى منازع، تسونامي 2005، وبالإضافة لرؤية إصلاحية وبرنامج سياسي واضح. ما فينا نقارن يعني مع يلي عم بيصير هلأ بمحاولة التمسك بسليمان فرنجية، لا من ناحية الحيثية الشعبية ولا من ناحية الكتلة النيابية ولا من ناحية الطموح والقدرة الإصلاحية. بالتالي ما فينا يعني نقبل نفوت بهالمقارنة. وأكيد يعني يلي عم يحكي عن قديش الحزب ضحى وسلف التيار، بفتكر التيار عمل يعني أكثر من ما لازم، والموضوع منه وحده بوحده. ونحن كان حديثنا من اول يوم مع حزب الله انه نحن ما بدنا رئيس يطعن بالمقاومه، بس ما بدنا رئيس ما عنده ميزه الا انه ما بيطعن بالمقاومه. في فرق كبير بين انه يكون شخص ما يطعن بالمقاومه بس بنفس الوقت يقدر يكون عنده برنامج اصلاحي ويقدر يشتغل على نهوض البلد اقتصاديا وماليا، وما يكون شخص منغمس بالفساد، ما يكون شخص عنده يعني قدره، يكون عنده قدره على اداره ملفات معقده مثل الملفات اللي بانتظار اي رئيس مقبل. والفرق بين انه يكون نحن ما بدنا شيء الا حمايه المقاومه، لا، نحن بناء الدوله عزيز على قلبنا قد حمايه المقاومه والنهوض بالدولة، وأن يكون في مستقبل لشبابنا يلي عم بيهاجروا كل يوم بعد يوم، ويلي إذا بيجي المرشح يلي ناويين يفرضوا علينا يمكن بيصير يعني نسب الهجرة مضاعفة، لأنه مش هيدا اللي بدهن ياه شبابنا. والكتل النيابية اللي تحورنا معها ما اتفقت معنا كرمال سود عيوننا، اتفقت معنا لأنه كلها عندها تململ بأوعدها الشعبية وعندها وعي كافي، بتعرف انه اليوم المعيار مش بس سياسي بموضوع الرئاسة، في معيار اساسي اللي هو عودة البلد ليصير بلد جاذب للشباب وقادر يخلي الطبقة الوسطى فيه ويخلي مواطنينه عايشين فيه بكرامة. كل يوم في 100 مثل كيف الناس بتنزل بالبلد، كل يوم في 100 مثل كيف في امعان بتهديم الدولة وبانهيار أي شيء باقي من نظام الحكم على علاته عم ينهار. اليوم بتسكر الدوائر، بكرة بتأضرب دوائر تانية، بكرة الامتحانات الرسمية جاية، الامتحانات الرسمية ما بنعرف مصيرها. يعني كل يوم في سبب للناس تترك البلد وتفل. مش معقول نحن نكون عنا يعني الوقاحة كقوى سياسية انه نوصل اشخاص هن باساس اللي وصلنا لهون ويكملوا على الباقي. بقى هيدي ما بنقدر نعملها، ما يسمحوا لنا فيها الكل ويتعاطوا معنا على اساس، على فكره هن كانوا وعدوا حكيوا انه الخلاف بينحصر بالملف الرئاسي، ولا نحن عال نرجع بنحكي فينا نكفي بعد البريك الصغير انا وياك بالحديث، بريك أوكي. صغير مشاهدينا، اخر بريك بحلقتنا وبنرجع نكفي حديثنا. رجعنا لكم بالقسم الأخير من نبض بيروت لليوم مع نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي. مارتين، كنا عم نحكي بموضوع أنه نحن ما بدنا رئيس يطعن بالمقاومة، بس ما بدنا رئيس فقط هيدا ميزته الوحيدة، وأسباب الهجرة الكتيرة يلي ناطرتنا واحدة منها هلأ من شوي أنه ما بقى في مازوت بسنترالات أوجيرو وما في اعتمادات عم تفتح، وبالتالي يمكن من التنين وطالع نصبح معزولين عن العالم بسبب قطع الإنترنت. يعني نحن بدل ما نكون رايحين على
مساري وصلنا نعمل بلبنان سيليكون فالي ونخلق فرص عمل للشباب ونخلي كل المبدعين عندهم مساحة يشتغلوا، بنرجع على العصر الحجري وبنصير عم نخسر بالطاقات الموجودة عنا لأنه ما عنا إمكانيات أو مقومات لمواكبة هالتطور. وحدة منا ومنا كمان اسمحي لي أقولك منا بريئة أكيد. ومنا عزل لبنان عن العالم بالصدفة، لأنه كمان القيمين على هالقطاع مع الأسف منهم من يعني من يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والحرص على موارد البلد، وبالتالي كل هيدا يعني ما فيه يطلع مسؤول ويقول أشهد أني بلغت ويعتبر أنه شالت المسؤولية أو بدي زيد الانترنت 7 أضعاف وثمان نعم. أضعاف عما هو حاليا، بالتالي هيدا الشيء منه بريء. وفي استسهال صار بإيصال البلد على الهاوية، في استسهال أنه نقطع الدواء على الناس، أنه نقطع البنزين، أنه نقطع المازوت، أنه نقطع الإنترنت، ومع الأسف الناس يعني نحن من ميزات الشعب اللبناني بيقولوا ريزيلينس وأنه بيقدر يتأقلم مع ظروف صعبة، بس آخر شيء مثل ما بيقولوا يعني don't test us تو فار يعني لأنه ما تجربونا للآخر لأنه ممكن يصير انفجار يعني بالآخر مش بس الشعب انفجار بينفجر. يعني المحاولات التيئيس نحن شفناها من عهد الرئيس عون وكملت آخر 3 سنين نعم وكملت لأنه في مطرح ما فيك ما تفكري بدون ما تفكري كتير بنظرية المؤامرة أنه في طلاقي بين كل هالضغوط اللي عم بتصير للناس تفل من البلد لنفرغ البلد من الناس الطاقات. يلي هي عندها قدرة وعلم وقادرة تشتغل وتنتج للبلد لا يصير لقمة سايغة للغربة عن البلد لا مشاريع التوطين والتجنيس والدمج ويصير ما يشبهنا حتى اللي بيروح فكره يروح على المدى القصير ويرجع بعدين ما بيعود يرجع لأنه ما بيعود يلاقي هويته هي نفسها بهيدا البلد. أتم بموضوع الدمج والتوطين النازحين السوريين وكل ما يحصل اليوم في أرتيكل بنداء الوطن أيضا عن نظام كفالة للنازح يعني تيطلعوا اللبنانيين مصاري كيف أنت بتجيب عاملة منزلية أو عامل على شركة وبتكفلي بس عنده إقامة مش عم يكفلوا العمال السوريين عم يكفلوا النازحين واليوم رح يكون موضوع تقرير لزميلتي سينتيا يمين إلى أي مدى يعني هالقد نحن مش واعيين لخطورة وجود النازحين طبعا من دون خطاب الكراهية تجاه النازح يلي دايما حضرتكم حكيتوا عنه بس إلى أي مدى هذا الموضوع خطير وبشكل يعني ممكن يغير وجود وكيان لبنان من أساسه طبعا يعني لو ما فيها الدرجة من الخطورة ما كنت بتشوفي أولا التيار يعني متابع هذا الموضوع بشكل حثيث وثانيا ومثل ما قلت يعني المشكلة مش مع النازح المشكلة مع الدول اللي تآمرت على النازح أولا وعلى لبنان ثانيا الدول هي ذاتها يلي ما بتقبل ببلادها في منهم عم يبنوا أسوار في منهم عم بيرحلوا بالقوة نازحين عم يعطونا نظريات بيجوا بدو يعلموا اللبنانيين كيفية يعني القيم الإنسانية نعيشها وكيف بالوقت يلي نحن مستضيفين من دون ولا أي ضربة كف على مدى 11-12 سنة من أذار 2011 وإذا بدك تحكي عن اللاجئين الفلسطينيين كمان قبل لبنان أكثر بلد استضاف نازحين ولاجئين وأمن لهم مقومات العيش الكريم وبالوقت يلي هو عم يرزح تحت كل هالأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية بعده عم يتحمل عبء النزوح وبالوقت يلي كل الدول بتدعي انه هي عم تعطي اموال للنازحين وعم بتساعد المجتمعات المضيفة بالارقام ثبتنا انه لبنان هو الدولة المانحة الاولى بموضوع النازحين بسبب الاعباء يلي عم يتكلفها ما حدا يجي يعني عن جد يزايد علينا الموضوع مثل ما حكينا كمان بموضوع زيارة الرئيس عون لسوريا الموضوع هو موضوع اول شيء له علاقة باستقرار لبنان ثاني شيء له علاقة بمصلحة النازحين لأنه مزبوط عم بيكون أصعب وأصعب أنه نعيشوا بلبنان لأنه الأعباء اللي نحن عم نتحملها كمان هني عم يتحملوها ثاني شيء هالفوضى
بعدم تنظيم دخول والخروج، بعدم وجود نازح اقتصادي بفل بالويك اند عند اهله بالعيد وبيبعث مصاري لاهله بسوريا. هذا تعريف النزوح بكل دول العالم خارج هذا الاطار. بغير بلدان في يعني في تجارب حوالينا بالعراق وبالاردن، يعني نازح في حتى حظر على التحرك ممنوع يتخطاها، يعني ما فيهم يجوا يعيرونا بالانسانيه بالوقت اللي نحن عاملين كل شيء لي يعني تأمين أفضل ظروف للعيش. مش معناتها شيء ما بنشتغل لعودة النازحين. وبهالمناسبة يعني التيار بصدد تحضير لتحركات مواكبة لمؤتمر بروكسل هلأ ب14 و15 شهر، وأكيد يعني شباب التيار هيدا الملف حاملينه على كتافهم، وصار في مجموعة عمل كبيرة تكونت من بعد مؤتمرنا السنوي ب 14 أدار الماضي، وبالتالي رح تشوفي مواكبة إن كان بالإعلام أو على الأرض لهالمؤتمر للإضاءة على أهمية إنه يكون ملف النزوح خارج الحسابات السياسية وخارج تصفية الحسابات، لأنه صحيح هلأ في حلول قادمة على المنطقة، بس كمان ممكن بعض الملفات تستخدم على حسابنا أو حتى على حساب النازحين أنفسهم. بقى بالتالي هيدا الملف ما رح نتركه، ورح نعمل كل شيء ممكن لنتابع الإنجازات اللي صارت بعهد الرئيس عون من إعادة نازحين إلى بلادهم، ومن يعني الاعتراف بلبنان كدولة مانحة بموضوع النزوح السوري، وبدنا نستكمل هالمسار بالتنسيق كمان، ومفروض واجبات الحكومة تنسق مع الحكومة السورية. في زيارة إلى وفد رسمي، يعني قال عنا وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال أنه رح يكون هناك يعني زيارة. شوي تأخروا كتير، هي مش انه شوية تأخروا لهالسبب، يعني هالإشياء كان في اتهامات لكم بالعنصرية بهذا الموضوع، وبالآخر هذا التقاطع حول هذا الموضوع تأخر، بس ميوفو تارك جامي مثل ما بيقول المثل الفرنسي. ما في شك انه حتى يعني يمكن من الاشياء المهمة اللي نتجت عن القمة العربية وهالتوافق اللي صار هي انه يصير في لجان متابعة لموضوع النزوح، ويكون لبنان من ضمنها كلاعب أساسي على الطاولة. موضوع النزوح أيضا كان بتأكيد يعني بيان الرئاسة السورية أنه تم البحث فيه الأكثر هو، وكمان سوريا لا تريد أن يبقى النازحون هون، وهناك أماكن آمنة كثيرة في سوريا، أصبحت كل سوريا آمنة إلا يلي خايف من النظام. كمان هناك يعني المعارضة السورية، ما يسمى بالمعارضة السورية كمان فرغت له الأماكن، وعلى كل حال يعني ما في أسباب بقى. بس حتى لو نحن ولا مرة دعينا انه نحن مش ما بدنا نبعث حدا لا ينظلم بسوريا، هي هذا السلوغان انه بده يقتلهم يعني مش المعارضين لهم. اول شيء تسخيف لهالامور انه يعني تتعاطوا فيها بهالطريقه، بس الاساس نحن ولا مره قلنا انه يلا قشي لفه كل الناس هلا بدها تفل واليوم. بس اكيد في قسم كبير هو اصلا منه نازح سياسي، واصلا ما في مشاكل بالمناطق اللي نزح منها، يلي عم بيروح يعيد والاموال ويرجع. يلي عم تندفع على الأراضي اللبنانية لإبقائهم، إذا بتندفع لإعمار المناطق يلي هن تهجروا منها بيرجعوا بيشتغلوا فيها وبيسكنوا فيها. ما في إنسان بالعالم ما بيحب يرجع على بلده، وما في إن نحن عطول كنا نتكل على العمالة السورية أيضا بالمقابل. لا، العمالة بتتنظم في إلى غير أسس، في إلى غير معايير، في إلى أصول، في مهن محددة البلد بحاجة لها، بيقبل إنه في من غير اللبنانيين انهم يشتغلوا فيها. بس ما فيه يجي شخص من غير جنسية لبنانية يعمل طبيب او يعمل مهندس او يعمل محامي او ممرض او الى اخره، لانه في مهن معينه القانون نص عليها انه هيدي مسموحه للعمالة الاجنبيه، وهي بتنطبق على كل الجنسيات مش بس على سوريين. بالتالي هذا الموضوع بده تنظيم، وبده جرأة من الحكومه اللبنانيه تعمل شيء صحيح من دون ما تحسب حسابات إذا السفير الفلاني أخذ على خاطره، ولا السفير الفلاني انزعج من أي إجراء. في مصلحة لبنان، في سيادة لبنان، وفي يعني مطرح وصلنا إلى نقطة لا عودة بالصعوبة الاقتصادية والاجتماعية اللي عم نمرق فيها. ما في سبب أنهم يتأخروا بعد أكثر،
10 سنين تأخر قبلنا فيهم، بس على القليلة هلأ يتصرفوا. والشعب اللبناني كان عم يدفع الثمن للأسف. أكيد هلأ في أكيد. جلسة اليوم من شوي قبل ما نفوت على الحلقة، دعي رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي إلى جلسة ب 13 حزيران قبل الجلسة الرئاسية بنهار على جدول أعمالها بندين فقط، موضوع النازحين وموضوع طلب وزارة العدل بموضوع أنا بموضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كيف بتشوفي الدعوة للجلسة قبل بيوم من الجلسة الرئاسية؟ هيدا مش عزل لفريق بالبلد، هيدا مش خيانة، هيدا شو كل موضوع نجيب ميقاتي والحكومة المستقيلة والمشاركة بالجلسات والفائدة الميثاقية والمشروعية وكلها، هيدا شو مش عزل وخيانة ونكس بالوعود بقى. يعني ما في لزوم علق على جلسة الحكومة أصلا، يعني ولا مرة اجتمعت لأنه في شيء طارئ وضروري تجتمع، واجتمعت بس للإمعان بتثبيت نظرية أنه نحن بوجود رئيس وبلا وجود رئيس منكمل يعني آخر جلسة لا تزال مثل أمامكم وإحالة نعم. مدير عام وزارة الصناعة نعم، يعني كل اللي عم بيصير التأديب. كل اللي عم بيصير يعني يرقى إلى مستوى الهرطقة الدستورية والميثاقية والشرعية، وبالتالي هذه المسرحيات تبع أنه بدنا نعقد جلسة لأنه هلأ فقنا على ملف النزوح، في 100,000 شغلة كانت تنعمل بكل وزارة بملف النزوح لمعالجتها، نفس الشيء بموضوع رياض سلامة ومصرف لبنان، من قبل ما تصير الحكومة مستقيلة كان بيقدر يتعالج هالملف، من قبل ما بس يعني كان في كيدية سياسية مارتين لأنه الرئيس طبعاً ما زال موجود وهلأ بعد الكيدية السياسية الكيدية. مكملة، منه هيدا حرص على البلد أو حرص على ملفات معينة، لا هيدا مثل ما قلنا يعني إمعان بالاستمرار بالخطيئة أو الخطأ بأنه يديروا الحكم بهالطريقة. ولهيك ولهالسبب بالذات، لأنه مش مطلوب يكون في دمى بالحكم، ومش مطلوب يكون في ناس بس ينقل عملي جلسة بتعمل جلسة بس ينقل توقف وبس ينقل قاعدة بتقعد، لهيك نحن متمسكين بأنه ما ينفرض علينا ولا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا أي موقع سياسي. على القليلة إذا عنا نحن رأي نعطيه بحكم تمثيلنا النيابي أنه نعطيه نحن وضميرنا مرتاح لما نشوف هالنماذج. عم ينحكى أيضا باتفاق على الرئيس وعلى رئيس الحكومة وعلى الوزراء وعلى حاكمية مصرف لبنان، ومثل ما بينقال باكتش كله يجي سواء، إلى أي مدى هذا الحديث صحيح؟ افتكر من السابق لأوانه الحديث بهالموضوع، لأنه ما صار في بعد توافق حقيقي كبير على يعني بكل المكونات السياسية بالبلد. هلأ أكيد كل رئيس جمهورية بده يشتغل مع رئيس حكومة يقدر يتفاهم معه، بس كمان الرئيس الحكومة مثل ما بتعرف بتسميه الكتل النيابية باستشارات يعرقي العهد بكامله باستشارات ملزمة. لهيك لما نرجع لهالحدية بالانقسام، انه التوافق والاتفاق على برنامج رح يسهل مجيء حكومة ورئيس يقدروا ينفذوا المشاريع اللازمة بالتعاون مع مجلس نيابي يعمل تشريعات اللازمة، وإلا ما في ينهض البلد غير هيك. وشفنا يعني نحن مننسى، ذكرتنا مش هالقد قصيرة، بالنسبة إلنا ما في رئيس أحسن من ميشيل عون كان يعمل رئيس جمهورية، مش ممكن أي اسم يطرح من بالحيسية بالرؤية بالإصلاح بغيرها. وقدروا الكتل النيابية الباقية لا أسباب تعنيون يعرقلوا الإنجازات، يعني نص العهد راح تشكيل حكومات وحكومات غير مشكلة. لهيك إنه مش بغض النظر مين راح يكون رئيس، إذا ما صار في توافق على إنجاز برنامج محدد، خاصة بما يعني صندوق النقد والنهوض الاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والصندوق السياسي سيادة وحاكمية مصرف لبنان، كل هالملفات والنفط والغاز وإلى آخره، شو بده يعمل الرئيس؟ ما عنده عصا سحرية ليقدر هو لحاله يعمل كل هول. لهيك نرجع منتمسك بالحوار والتوافق على رئيس من باب عدم فرض مرشح على أي جهة. مارتين آخر سؤال، هل برأيكم كتيار هيدا النظام خلص يعني يجب بركة أنه يصير في ما بعرف تغيير لهيدا النظام قبل ما تروحوا إلى انتخابات رئاسية، يعني ما يكون نظام دولة بثلاث رؤوس، يكون في صلاحيات أكبر وأكثر إلى رئيس الجمهورية اللي هو رأس الدولة؟ شوفي نحن يعني مقدمين عدة طروحات بالمجال، من موضوع من تحديد المهل المهل
بانتخاب الرئيس وتكليف الاستشارات رئيس الملزمة الحكومة والغير ملزمة وتأليف الحكومات وإلى آخره، من بناء على التجربة الحاصلة. كمان مقدمين طرح بانتخاب الرئيس من الشعب على دورتين، كمان حفاظا على الميثاقية والتمثيل الشعبي وتفاديا لأي مناكفات بين الكتل النيابية بتوصل لفراغ طويل. طارحين أكيد ومتمسكين باللامركزية الإدارية الموسعة إدارية ومالية، ولدرجة قلنا له نعطونا اللامركزية وخدوا الرئاسة، لأنه نحن منعرف أنه الازدهار الحقيقي والإنماء الحقيقي بيجي من وراء اللامركزية، لأنه بصير في حافز عند كل مواطن يدفع ضريبته وبحاسب أكثر المجلس المحلي، لأنه بده يشوف هالضريبة مترجمة بمشاريع وبإنماء، وإذا ما صارت بيقدر يحاسب. مش نحن مثل ما عايشين بهالنظام المركزي بصير فيه زبائنية، تنهار الدولة، بتخف الخدمات، بس بدلوا الزعمة بيضلوا كل واحد يدبر أصوات وعندهم حيثية شعبية، لأنه قادرين يمسكوا مفاصل الدولة وقادرين يعني يقدموا خدمات شخصية للناس. ولهيك تغيير النظام أكيد أصبح ضرورة، عقم النظام كل يوم عم نبرهنه، بس نحن من دعاة تطبيق النظام الحالي لبين ما كمان يعني يصير في فرصة للتغيير. مش معناتها أنه لأنه إذا منطبق دستور الطائف يلي بيحرص على الميثاقية وعلى المناصفة، يلي بيأكد على أنه ما يكون ولا مكون خارج مكون خارج الحكم ويكون في توافق، وهذا الشيء يعني على إذا بدك الشيء المزعج فيه إنه بيأخر الأمور وبيطول وعلى طول مطلوب التوافق للوصول بس إلى نفس الحلول. الوقت بيحفظ وحدة البلد وبيحفظ حقوق الناس ببلد هالقد متنوع ومتعدد. وأكيد طموحنا نوصل لدولة مدنية نقدر نعيش فيها كمواطنين ومواطنات متساويين بين بعضنا، وما يعود فيها التفرقة ولا على أساس الأحوال الشخصية ولا على أساس احترام القوانين المدنية ولا على أساس المساهمة إن كان بالضرائب أو بالحصول على الخدمات من الدولة. وهيدا هو طموحنا. بس من هلأ لوقتها طالما نحن بهيدا النظام، لا، نحن حقنا نطالب بتطبيقه ونحرص على عدم يعني الخلل، خاصة بالشق إذا بدك يلي بيحمي كل المكونات بلبنان. أنا بدي أتشكرك على هالحلقة، مشاهدينا بدي أتشكر متابعتكم، على أمل أنه تمرق جلسة 14 حزيران ويكون الخلاف السياسي بضل بإطاره السياسي. بتشكر متابعتكم، بلتقيكم الأسبوع المقبل بذات الوقت. إلى اللقاء.